انا بالنسبه لي دائما اترافع بحسنيه، وكان بان الهدف ديالي تنقول الحضور من مدينه مكناس الى مدينه الازرو هو نحضر لجلسه ديال اطوار الصلح ديال يعني في القضيه ديال الطلاق اللي تقدم بها زوج الاخت سميره، ونشوفوا المبررات اللي اعتمد عليها باش يتقدم بطلب ديال الطلاق. فهذا هو الاساس. انا بالنسبه لي لأفاجأ بكون الزوج يتقدم بشهاده طبيه بأنه يعاني من مرض نفسي، فأنا من هذا المنبر سأقول بأنه بالفعل الله يشافيه، لكن بصح مريض الله يشافيه. فهذه يعني سأقولها من كل قلب ديالي. أما إلا كان بأنه فقط بأنه هذه الوسيلة ديرها على أساس التماطل من أجل التماطل، فأنا أذكره بمقتضية المادة 5 من قانون المسطرة المدنية التي تصرح أو تنص على أنه يجب الترافع بحسن النية، ونحن اليوم جينا حنا بحسن النية. ما الهدف ديالنا بان نزيدوا عليه او نطولوا عليه؟ فهو تقدم طلب ديال الطلاق تيقول بانه عنده واحد المبررات كنا بغينا نسمعوها من اللسان ديالو، وفي نفس الوقت ندافعوا على الحقوق ديال الموكله ديالنا يعني بحضوره. فاليوم تم تاخير القضيه بناء على طلب دفاعه بان هناك محاوله ديال الصلح، يعني دابا حاليا ترجى بانه يتقدم بها الزوج، فارتأت معه المحكمه تاخير الملف 14/4 في انتظار بانه يحضر الزوج، وبانه بالفعل بانه يعني يكون يعني يسترجع القوى ديالو بعد هذه الوعكه الصحيه. فحنا ما قلنا حتى شي مشكل، فبحول الله وقوته موعدنا يوم 14/4. انا بالنسبه للحاله ديال سميره كما شفتوا دابا حاليا، فهي سميره الى حسيت بها، وانا اولى الناس بان نحس بها لانني دابا حاليا متبني الملف ديالها، فهي تعاني بالفعل تعاني. سميره دابا حاليا عندها واحد المعاناه نفسيه الله هو اللي واحد يعلم بها. فشافت راسها بان ضاع شبابها، ضيعت مجموعة ديال الأمور، فرص عدة أكثر من هذا، بأنها عانت الأمرين باش توصل هذا السيد وتوصل الأبناء ديالها بر الأمان، لتفاجأ بطلب تقديم طلب طلاق تعسفيا في مواجهتها. فالله يحسن عوانها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.